بالسياسة. لقى تكليف رئيس الجمهورية لهشام المشيشي بتشكيل الحكومة جديدة استحسان بعض الأحزاب وعدم تحفظ البعض الآخر وحظاب سعادة العادة كل ما كان فم حديث على حكومة الرئيس. منور سي هيكل مك. نحن مع حكومة الرئيس. وي سمعتك سي هيكل ومقدر فرحتكم ومساندتكم القيس سعيد وتقديركم أنه كيف يرفض الأحزاب قاعد يستثني فيكم وعبارة الشعب يريد تسمعوا فيها حركة الشعب نريد. فما حجرة كبيرة. على كل المشيشي يستقبل كل الأحزاب والكتل وهو قراره حاضر وجاهز فقط يعمل بيهم ومعاهم في السياسة لا غير سياسة المخذة بالخاطر وبعد لقاء واحد فقط لا غير مع كل طرف أعلن تشكيل حكومة كفاءات مستقلة. تكوين حكومة تكون حكومة كفاءات مستقلة تماما. وصل المجاملة حسب ما نسميها ويسميوها رواد دار الضيافة بحوار وتحاور لكن فما خشية أنه تكون شكلية حسب عبد الكريم الهاروني. المشاورات لا تتقدم بالنسق المطلوب ونخشى أن تكون هذه المشاورات شكلية. آخر الأسبوع هذا أو أول الأسبوع القادم باش يطلع المشيشي الرئيس على تركيبة حكومته حسب زهير المغزاوي. اتفقنا كذلك على يتواصل الحوار هذا فيما بيننا في الأيامات القادمة. أكد أنه خلال هذا الأسبوع سيعرض حكومة على السيد رئيس الجمهورية على وعلى أن تكون جلسة من حقيقة ربما الأسبوع القادم. ويأمل هشام العجبوني أن المشيشي يطلعهم على التركيبة قبل باش ينجموا يعطيوا رأيهم. احنا طلبنا منه يعطينا على الأقل التصورات الكبرى وتشكيلة الحكومة أعضاء الحكومة باش نجموا يعطينا زيادة قبل مدة من عرض الحكومة على التصويت أو على رئيس الحكومة باش نجموا حتى احنا نعملوا رأي نشوفوا شكون الأعضاء نتاعها مدى استقلاليتهم. أسبوع أو أقل وما زالت الأحزاب تحاور باش تقنع المشيشي بحكومة فيها كفاءات حزبية وأخرى مستقلة وهذا الكل من أجل مصلحة تونس ومراعاة لظروف البلاد. سي عبد الكريم الهاروني. هذا الخيار الذي نرى فيه مصلحة البلاد. سي هشام العجبون. وعن احترازات في خصوص تشكيل حكومة مستقلة في الظرف هذايا. سي خالد المغزاوي. احنا اليوم مشينا تحدثنا مع سي هشام المشيشي مش من الموقع الحزبي من الموقع الوطني. أخيرا اتفقتوا على تعلة واحدة عفوا على جملة واحدة لكن أكيد مختلفين في تقديرها وفي تقدير الموقف أصلا. ممكن الأحزاب مازالت تعمل في السياسة لكنها سياسة التمكين للإسلاميين وعركة الجامعة القديمة للقوميين واحتكار العفو والتطاوس السياسي للطيار والفريريزم الائتلافي وفرض الوجود وتفادي الأسوأ لحزب الصيد وزعيمه مانديلا تونس. إلى مانديلا تونس نبيل القروي. لكن سمعتوش حاجة فيها مصلحة تونس في كلام الأخير. أكيد لا. لكن علاش الأحزاب ترفض حكومات كفاءة؟ مش سكسي. لا لا بالعكس هي حكومة جذابة ومعقولة. الحقيقة المقاربة جذابة. جذابة. معقولة إلا أنه فيها بعض الحيف والظلم لبعض الأحزاب الوطنية اللي ما هيش مسؤولة عن هذا الفشل الكبير. سبب معقول والطيار شنو سبب رفضه سي هشام العجبوني؟ وإن الأحزاب هما عماد الديمقراطية وحكومة مستقلة تماما كما وصفها صعيب صعب تكون مستقلة وشنو هي المعايير متاع الاستقلالية وشنو سبب رفض النهضة سي عبد الكريم الهاروني؟ في أقل من عام هذه المرة الثالثة التي نتشاور فيها لتشكيل حكومة. التجربة الأولى مع السيد الجملي كانت حكومة كفاءات مستقلة ولم تمر في البرلمان لأن الأحزاب أساس الحكم وأساس الديمقراطية. ثم تجربة حكومة السيد الأسيف فخفاخ وهي حكومة فيها ائتلاف من الأحزاب مع كفاءات مستقلة ولكن وقع تغيير هذه الحكومة لا بسبب أنها حكومة فيها أحزاب وإنما لأن تعلقت برئيس الحكومة شبهات تضارب مصالح. سمحني الحكومة استقالت بسبب تضارب مصالح أكهو؟ إيه من هذا خطيها؟ عادي سي عبد الكريم يقول الكلام هذا مدام في تلفزة أجنبية ما عندهاش ممكن اطلاع كامل على الوضع السياسي في تونس. سمحوني صار الجزيرة القطرية يهوما في بالهم قبلنا باللي بش يصير في البلاد وفي الأحزاب. الأحزاب اللي ليست كوليرا حسب القيادي بالنهضة سامي التريقي. الأحزاب ما هيش كوليرا والأحزاب ما هيش مرض. تنجم يكون الوضع الأحزاب صعيب أو فيه ضعف أو فيه وهن لكن هذا ما يكونش مدعاة لمزيد الترذيل الحياة الحزبية في بلاد وضرب الديمقراطية في أعماقها لأنه لا ديمقراطية دون أحزاب. أما قاعدة أحزاب لا مشروع كلها عقائدية وكلها إيديولوجية. هي أحزاب يا أما فيها طلع البدر علينا وإلى الله وحد الله وحد حسب نيجي جلو. أما شوف فما إما عندك الأحزاب والديمقراطية ولا عندك اللجان الشعبية والديكتاتورية. لا سمحنا أما مش الخاطر الأحزاب خايبة. أحزاب خايبة أنا معك لأن أحزاب أولا ما عندهاش مشروع. هي أحزاب إيديولوجية أحزاب عقائدية مش خاطر الأحزاب خايبة نمشيو لأخو الأحزاب. أنا أقولك في الأخرة إما عندك أحزاب طلع البدر علينا ولا أحزاب الله وحد الله وحد بن علي ما كيف وحد وإحنا نحبوا هذا لهذا. أحزابنا ما لقاتش الجرأة ربما أو تفضل المناورة لآخر لحظة وربما باش ما نظلمهمش عندهم أمل في
إقناع هشام المشيشي بالعدول على خياره، وفي الحالتين استعملوا شوية تهديد، تهديد ضمني بالطبيعة ومبطن بإمكانية فشل الحكومة في نيل الثقة وبدرجة أكبر تمكينها من الثقة وسحبها منها في وقت لاحق. أما أكيد باش يصير كما صار الفخفخ، هما يحبوا يسحبوا الثقة وهو يستقيل باش ترجع المبادرة الرئيس، وحالة ثالثة أنه تمر الحكومة وتتعطل قوانينها المعروضة في البرلمان. وعلى ذكر سلياس الفخفخ، ظهر لي مشناوي يخرج بنظافة حسب ياسين العياري اللي قال أنه فما صفقة ومصلحة وراء العودة لنقل الإسمنت بأكياس بلاستيكية. في اللحظات الدقائق الأخيرة للحكومة أنا أعتقد أن الأمر هذا وراء صفقة تخطيطة، يحبوا عندهم أصدقاء أو ربما صفقة أو شكون سمعهم يحبوا يعطيوا عنده بلاستيك زي داري مرخام يعمل بيه، شد صيحة ما تحبش تخرج إلا بفضيحة واحدة أخرى. وفي خضم العركة هذه عام 70 ما حبيتوش تخرجوا منها، كأنكم أنتم ناقصين سي سيف الدين مخلوف، تناقصكم كان شورب لبني قيس عايد، قعدنا نحكيه نص ساعة لكن والله قسم من عظم اقتني بالضبط. اي نعرف مش كان في التليفون ديجا، لا علينا، قلت انه في وسط العركة هذه الكل اللي تنجم تسمع فيها اقضع النعود حلوة اقضع سي هيك، وفي بعض الاحيان عنف خفيف، التونسي ضايع صايع اتفقر وما عادش خالت يمشي للطبيب وانسى رجعوا يداو كما في الاربعينات والخمسينات بالرعواني، رجعوا للعزام التوانسه باش يداويهم الحشايش. وتتصور سي هيك التوانسه مازالوا باش يسكتوا؟ ما عادش باش يسكتوا على المساله هذه بتاتا. السياسة.